أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيني وبينكم. طبعا في البداية بنرحب بأشرف. أهلا يا أشرف، حلقة جديدة. أهلا بك يا هايدي، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وحضرة المشاهدين كلهم طيبين، وسنة جديدة وسنة حلوة. قناة أول سنة ليها، وطبعا احنا بقالنا سنة في البرنامج بيني وبينكم والقناة سي سات، وانا بشكر كل المشاهدين بمشاركتهم وتعاضدهم لينا. انا اعتذر اولا على صوتي، معلش، اصله كان حصل كان عندي ماتش نهائي امبارح، والحمد لله اخدت كاس والكاس موجود، وانا اشكرك يا هايدي. الف مبروك، الله يبارك فيك، وبنبارك للفريق كله، وطبعا بفضل مجهودك الله يخليك. واصرارك، اصرارك اهم حاجه، اصرارك على ان انت تاخد الكاس. الحمد لله، انا بشكر ربنا بكل حاجه حصلت امبارح. كان يوم جميل، انه 11/11/2011 فتحنا القناه والبرنامج، ونفس الوقت انا اخدت الكاس، وطبعا بعد مجهود سنه في التدريبات، والحمد لله انا مصري، واول مصري يعني ياخد كاس في امريكا هنا بناحيه الانديه في الاورنج كاونتي في كاليفورنيا. برافو، الف مبروك. واحنا هنستضيف المجموعه ونعمل حلقه خاصه بإذن الله، ونعرض الفيديو بتاع الماتش كله. اعزائي المشاهدين، زي ما متعودين هنبتدي بالسؤال. السؤال هو: في اي مدينه راى يعقوب سلما منصوبا الى السماء؟ في اي مدينه راى يعقوب سلما منصوبا الى السماء؟ السؤال سهل قوي. احنا بنرحب بالساده المشاهدين في الشرق الاوسط وفي مصر وفي استراليا وفي امريكا وفي كندا. احنا اول حلقه نطلع بيها بتوقيت مصر عشان يقدروا يشوفونا ويتابعونا ويتصلوا بينا. السؤال سهل، يا ريت تتصلوا بينا، واللي ما يعرفش حتى اجابه السؤال ممكن يتصل يشاركنا برايه اذا كان الميعاد مناسب وكويس ان احنا كل يوم اثنين نبقى معاكم على الهوا من الساعه بتوقيت مصر هيبقى بكام؟ الساعه 10 بالليل. الساعه 10 بالليل، من 10 بالليل، من 10 ونص ل 11 ونص بالليل. ايوه، يعني 10 ونص في مصر كل يوم اثنين. عموما هنستنى التليفونات، بس في اخبار كتير طبعا واحداث وتهنئه الاول. في تهنئات بخصوص عيد الميلاد، في تهنئه بخصوص عيد ميلاد من مارك وكريس جرجس من اورنج كاونتي، بيهنوا مامتهم ناهد جرجس بمناسبه عيد ميلادك. كل سنه وحضرتك طيبه يا ناهد، وعقبال 100 سنه. ونفس الوقت من حسام عياد اللي بيهني مراته مريم عياد بمناسبه عيد ميلادك، كل سنه وانت طيبه يا مريم. ونفس الوقت من الاستاذ خالد شهدي بيهدي تهنئه لزوجته ناتالي شهدي بمناسبه عيد ميلادها، كل سنه وحضراتكم طيبين وعقبال 100 سنه. بنهني المجموعه كلها من قناه سي سات كوبتيك سات لمريم وناهد وناتالي شهدي، كل سنه وحضراتكم وانتم طيبين. مريم وناهد وناتالي عقبال 100 سنه. أشرف، الأخبار شيقة النهاردة، في حاجات كتير، وحقيقي كنت عايزة أتكلم كمان عن حادثة معينة حصلت في السعودية. مش عارفة أبتديها الحلقة بالخبر ده، يعني لا اديهاني، الله يخليك، أنا أحب دول الخليج، أنا أرحب بدول الخليج. طيب ناخد مكالمة الأول من مصر. معنا روماني. ألو روماني، أهلا يا روماني. الو سمعنا؟ ايوه. طب احنا هنكلمك يا روماني عشان الصوت جاي مش حلو، القناه هتكلمك يا بابا. الخبر الحقيقه مزعج مزعج مزعج، يعني داعيه اسلامي مشهور جدا، يعني عمل حاجه غريبه وما كناش متوقعينها. هقول الخبر واحنا نستنتج من الخبر. سوري، انا متوقع كل حاجه من الدعاء. طيب يعني نشوف الساده المشاهدين كانوا متوقعين مثلا. حقوق الانسان السعوديه بتقول ايه؟ الداعيه فيحان الغامدي قتل طفلته لشكه في سلوكها، وقاعده فقهيه قد تنجيه من العقاب. سن البنت 5 سنين، البنت سنها 5 سنين، عشان شك في سلوكها فقتلها. صرحت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو جمعية حقوق الإنسان بالسعودية بأن المدعو فيحان الغامدي الداعية قتل طفلته لشكه في سلوكها. وتساءلت: كيف يشك إنسان في سلوك طفلة لم تبلغ 5 سنوات؟ مشيرة إلى أنه تم التأكد على عذرية الطفلة
وأنها لن تسكت على هذه الجريمة البشعة، وأعربت عن خشيتها أن يفلت القاتل من العقاب بدعوى أنه يعاني حالة نفسية أو أن تطبق عليه القاعدة الفقهية المعمول بها والواردة في كتاب المغني لابن قدامة، واللي بتقول لا يقتل إن قتل ولده، ولكن تقتل الأم بقتلها ولدها. يعني الأب لو قتل ابنه أو بنته لا يقتل، ولكن الأم اللي تقتل ابنها أو بنتها تقتل. وكانت والدة الضحية قد صرحت من قبل بأن طليقها الداعية المنزوع من الرحمة والرأفة رغم كونه رجل دين يدعو إلى القيم والمبادئ التي يحس عليها ديننا الحنيف. عبر في محاضراته وبرامجه التلفزيونية عن تسبب في دخول لميا المستشفى إثر إصابتها بكسر في الجمجمة نتج عنه نزيف في الرأس، بالإضافة إلى كسر مضاعف في يدها اليسرى، فضلا عن أثار حروق على جسدها الصغير نتيجة لعمليات الكي المستمر. حرام حرام. هل هو ده أب؟ ده خسارة في الطفلة، حقيقي خسارة إن يتقال إن هو أب وطفلة خمس بغض سنين بغض النظر عنه. نتكلم على سلوكها، سلوك إيه دي طفل خمس سنين؟ انت يعني بتعذب طفل عندها يعني خمس سنين بسلوك؟ مأساة مأساة مأساة. هل هو ده الفقه؟ وده داعية كمان. وداعية طب يعني ازاي الناس مصرحين له، او ازاي الناس تسمع له لداعية بالمنظر ده؟ حتى لو كان ايه ده طفلة خمس سنين. هنا سؤال تاني برضو يا اشرف، هل الشريعة لما هتطبق في مصر هتدي احقية للاب ان يقتل طفلته لو شك في سلوكها؟ اذا كان الفقه بيقول كده في كتاب المغني لابن قدامة، لا يقتل الأب لقتل ولده، ولكن تقتل الأم إن حصل وقتلت طفلها. معرفش فين العدل فين الرحمة، ما افتكرش الكلام ده يكون من إله حقيقي يعني. عموما احنا لسه مستنيين تليفوناتكم ومكالماتكم. السؤال بيقول في أي مدينة رأى يعقوب سلما منصوبا إلى السماء؟ في أي مدينة رأى يعقوب سلما منصوبا إلى السماء؟ جالنا روماني من مصر. أهلا يا روماني. أهلا بيك. اتفضل يا بابا، تعرف السؤال الإجابة؟ لا أنا بس كنت هشارك بس السؤال مش مستعد للسؤال. اتفضل يا بابا. مساء الخير. اهلا مساء النور، يا ريت تسمعنا من التليفون يا روماني. توطي التلفزيون حضرتك. سامع حضرتك من التليفون. وطي التلفزيون عشان الصدى بس. ماشي حضرتك. اتفضل. انا ببارك للاستاذ وقاعد مع حضرتك على فوزه بالكاس. ربنا يخليك. الله يخليك، اشكرك. ماشي، والميعاد حضرتك مناسب، انا من مصر فالميعاد مناسب. طب كويس، يعني انتم مبسوطين وبتتابعونا. الحمد لله. طب كويس طب كويس. وايه رايك في القناه؟ لا القناه الحمد لله ربنا يديك كمان. ربنا يخليك. بتكلمنا منين يا روماني؟ من مصر. من القاهره؟ لا من المنيا. من المنيا. ربنا معاكوا. ربنا وياك. ربنا يخليك. ميرسي خالص على اتصالك، ويا ريت تتابعنا باستمرار. وبنفس الوقت يا روماني احنا عندنا الصفحه في الفيسبوك موجود على الشاشه. بيني وبينكم عايزك تشترك برضو واسمع رأيك، ويعني لو عندك اي اخبار او اي مواضيع تضيفها عندنا. ماشي حضرتك. شكرا، شكرا يا روماني. ربنا يباركك. شكرا. ربنا معاكم. ومعاك يا بابا. على السلام. التليفونات مفتوحة لاتصالاتكم، حتى لو مش عارفين الاجابة عن السؤال، لو حابين تشاركونا باي استفسارات او تهنئة للقناة لان هي تمت سنة على الهوى، يا ريت نحب ان احنا نتواصل معاكم. في اخبار تانية كتيرة تحب انا انت؟ عندي برضو الداعية. ما هم وريني الداعية بتاعتك. الداعية عندهم كتير كتير، ما عندهم شغلانة هم ولا اي حاجة، بس فتاوي طالعين بفتاوي داعية وشيخ. طب مين اللي عملوا داعية؟ هل واخد شهادة مثلا؟ هل في مركز ولا في جامعة ولا عايز اعرف هل في جامعة بتطلع او في معهد بتطلع لدعاء الداعية ده واخد شهادة ايه؟ او ازاي بقى داعية؟ المفروض ان هو عن طريق الازهر ده لو كان يعني. طب واللي بيطلع الجامع اللي يخطف الجامع، طب انت حاصل على شهادة ايه؟ متعلم ايه؟ عندك لا تاريخ ولا علم ولا ثقافة. هي في مراكز للدعاء
بتخرج دعاء، بس مين فين دي؟ اعرف ده، اقول لك ده حصل على كذا من مركز كذا، بس مين اللي ماسك الحاجات دي؟ مين اللي بيدي المعلومه؟ مين اللي بيحط المواد الدراسيه التاريخيه؟ ماشي. المهم عندنا داعيه اسمه محمد حسين يعقوب، ان الجلوس على امام الانترنت بيفتي فتوى دلوقتي يا جماعه ان الانترنت حرام، يعني محرم شبكة الانترنت وهي من كبائر المحرمات. يا ريت يا اخي ما تبصش على الانترنت ولا تشتغلوا على الانترنت. العالم بيتقدم والتكنولوجيا بتتقدم والعلم بيتقدم وانتوا عايزين ترجع له. طيب خلاص ما تستعملش الانترنت ولا تستعمل العربيات الوسائل المواصلات ولا تستعمل موبايل ولا تستعمل اي حاجة، ارجع للجاهلية وده الافضل. يعني يا ريت ترجع للخيام، بلاش العمارات تسكنوا في شقق وفيلل والكلام ده، ولا تركبوا المواصلات، وخليكم كده استعمل الدابة الحصنة ولا مؤاخذة الحمير عشان دي تبقى المواصلات موجودة في مصر. هل هم مين دول بالذات يعني اللي بيدعي بحاجة زي دي وبيقوم بالفتوى دي؟ عامل له ايه الانترنت؟ ليه مضايقه؟ ما واخدها انه فيها حاجات اباحية ولا هي فيها الحرية بتعرف المعلومات الخارج العالم كده. بيفكر ازاي؟ بتدي الفرصة للمسلم انه يفكر او يعمل سيرش او يلاقي اجابات لاسئلة الدعاء دول مش هيعرف يرد عليه. ده رأيي. ما لما الانترنت اتفتح للعالم وكله الدول العربية او الدول الاسلامية ابتدت تقرأ تشوف ده بيتكلم ده مش عارف بيوعظ فين، في يعني في بعض القنوات ابتدت تفتح والانترنت ابتدى يتكلم عن التاريخ وعن الاسلام وعن المسيحيه وعن اليهوديه. مش شرط، بس انت بتتفتح تثقف نفسك، تعرف معلومات، تعرف البلد دي كان فيها ايه، العواصم اللي كانت حصل تحت حكم الاسلامي حصل لها ايه، انه الاسلام دخل فين لغايه فين، لغايه اوروبا مثلا. حكمت التاريخ. ده تاريخ عمر. لازم تعرف التاريخ. مصر كانت ايه قبل كده، قبل دخول الاسلام كانت ايه؟ عايزين نعرف. صحيح. اللغه القبطيه حصل لها ايه؟ اللغه القبطيه اشمعنى احنا الشعب الوحيد اللغه القبطيه ما بنمارسش اللغه القبطيه؟ الشعب الارمني اضطهد واتعذب وملايين استشهدوا لغايه دلوقتي بيتكلموا ارمني. الاشوريين بيتكلموا يا نعم ما تقطعتش السنتهم ماشي، بس في احنا حصل فيه اضطهاد في العصور دي كلها حصل فيه اضطهاد. صحيح. لا المدارس، طب ليه المدارس عندنا ما يعلموش القبطي؟ ليه المدارس عندنا ما يعلموش تاريخ القبطي؟ احنا قاعدين ساكتين ليه؟ ما لازم يدرس تاريخ القبطي، اللغه القبطيه حتى لو كلمتين. ده اللغه اللهجه المصريه كل الكلمات اللي موجوده جايه من اللغه القبطيه، اللغه القبطيه كلها جايه مستعمله في التداول اليومي، اللهجه المصريه التداول اليومي، يعني كلمه امبو بنطلون كل في كلمات في كلمات مصطلحات كلها كلام قبطي. ايوه ليه ما ندرسش اللغه القبطيه بدل ما نروح بره العالم؟ بتوع الاثار بيجوا مصر بيتعلموا وعاملين مدارس وعاملين كان جامعات في لندن وامريكا. هنا في امريكا قصدي احنا في امريكا في قبطولوجي، يعني يعني الوحيده مصر هي اللي ما تدرسش فيها اللغه القبطيه او التاريخ القبطي. ليه؟ يعني بعض الشعوب هيدرسوا ايه في الحقبه القبطيه غير الاضطهاد؟ غير الاضطهاد. انا ما قلتش انا ما قلتش هايدي من النقطه دي، انا ما قلتش هايدي ندرس الانجيل، يعني لا تاريخ مصر. انا ما قلتش ندرس الانجيل الكتاب المقدس في المدارس، انا ما طلبتش بيه، ولا قلت مثلا ايات محبه يذاكروها او يتعلموها الطلبه، المحبه بين الطلبه بين الاديان، انا ما قلتش كده، انا بتكلم عن اللغه القبطيه. دي حاجه تاريخيه. واحد جاهل جاهل جاي من افغانستان وعايز يهد ويهدد بابو الهول، ما انا ده الخبر اللي انا هقوله. عندك خبر؟ طب انا ما اعرفش اي حاجه. معانا ناديه من مصر. الو ناديه، ناديه محمد مش عارفه. ايوه اهلا يا ناديه. ناديه محمد. ايوه اهلا يا ناديه. صح. اهلا بحضرتك. مبسوطه قوي ان انا اسمع صوتك تاني حبيبتي. ربنا يخليكي. زي الاستاذ اشرف. ربنا يخليكي مدام ناديه، انا سعيد جدا انا بسمع حضرتك وارائك واشتراكك معانا. ربنا يباركك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يعني. انا مصري اول واخر مصري. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. ربنا يخليك. وعقبال 100 سنه يا رب ان شاء الله. امين يا رب. وكونوا اقوى واقوى واقوى يا رب. امين ان شاء الله باذن الله. ربنا يباركك. والاضطهاد ده قريب هيروح ان شاء الله. وايه؟ نعم؟
الاضطهاد اللي موجود ده. ايوه يعني شويه شويه والدنيا هترجع زي ما كانت ان شاء الله. الناس دي يعني عارفه شويه وجع كده لو ان شاء الله اكيد هتنتهي ان شاء الله. كلنا بصي لو مصر فيها ناس كتير زيك ثقي ان هم اللي هيغلبوا، الناس اللي بتحب مصر وليها ولاء لمصر هم اللي هيغلبوا، بس هي فتره بس لازم نمر بيها. بالظبط هو في كتير طب انت ايه رايك بالظبط ايه رايك في دراسه زي ما الاستاذ اشرف بيقول دراسه التاريخ القبطي في التاريخ في المدرسه يعني في كتب التاريخ، لان الحقبه القبطيه دي سقطت سهوا يعني. طبعا ده المفروض المفروض التاريخ كاملا بكل ما فيه بالحلو والوحش مفروض لانه ده تاريخ كل ما فيه كل ما عدى عليه يعني كل حاجه اتشافت كل حاجه مرينا بيها لازم تتذكر صح بالحلو والوحش المسلمين القدامى الحلو والوحش المسلمين المسيحيين اليهود كل حاجه نعم. كل حاجه دي اديان سماويه ربنا انزلها لازم نعرف تاريخها بالتفصيل صح صحيح بالتفصيل. وتاريخ مصر نفسه يعني اللقبات حقبه موجوده كانت في مصر قبل الاسلام وبعد الاسلام موجوده يعني لازم كل ده يتذكر، ما ينفعش ان احنا نمحو جزء من تاريخنا ونتعداه، ما ينفعش. ورأيها ايه في موضوع ابو الهول؟ للاسف الشديد الناس المتشددين المتطرفين هم اللي بيبوظوا الدنيا. ما انت ما تنسيش اعرف مدرس انا اعرف مدرس في مدرسه خاصه الطالب بيدفع فيها 7 و8000 جنيه في السنه. بيطلع الطالب اللي ما فيش في ساعه حصه الدين الاسلامي بطريقه مهم. يعني تكرهوا مش تكرهوا بس في الدين الاسلامي، تكرهوا في الاطفال اللي معايا في الصف. ايه الحكمه في كده؟ فدي ناس تطرف، مجرد تطرف. ايه الحكمه؟ ومين اللي التخلف ومين اللي حطهم في المكان ده ان هم يكونوا مدرسين لاطفال؟ انا مش فاهمه يعني المدارس الحكومية هنقول ان هم بيختاروا بشكل عشوائي، لكن المدارس الخاصة اللغات مفروض بيختاروا يعني بينتقوا صحيح، انما هم مفيش انتقاء لاي حاجة. للأسف الشديد اكتر الناس بيتصرفوا بعشوائية غريبة جدا. ربنا يستر ويحافظ على مصر ربنا يستر باذن الله. امين. وانا برضه مش عايزه اعدي مناسبه السنه دي على كده يعني كل سنه وانتم طيبين ويا رب مستمرين دايما وانا فاتحه القناه 24 ساعه. ربنا يخليك ربنا يبارك فيك يا نادي. والله شكرا يا ربنا يخليك واشكر محبتك. شكرا يا اختي نادي ميرسي. مع السلامه ربنا معاك. عايزه احيي الاستاذه ناديه يوسف. عايزه ايه؟ تحيي استاذ احيي الاستاذه ناديه. حوصل لها ويا رب تنسى معانا. واحنا نحييك يا استاذه ناديه يا محمد برضه. صحيح. ربنا يبارك فيك. انت فخر لينا. انا حاسه انها يعني مسيحيه قويه جدا وانا بحس كده. مصريه. بتحب مصر برضه. بتحب مصر صح. شكرا يا اختي ناديه. اشكرك. شكرا يا حبيبتي. شكرا لحبيبتي. شكرا. مع السلامه. ربنا معاك. مع السلامه. الخبر بتاع ابو الهول ده يعني ده قلب الدنيا كلها. انا تعديت على الخبر بتاعي. لا لا بالعكس، ما هو واقع اللي حصل. تصدرت دعوة القيادي بالسلفية الجهادية مرجان سالم الجهري بتحطيم ابو الهول والاهرامات عناوين الصحف العالمية النهاردة الاثنين، بعد ان نجح ورفاقه في تحطيم تمثالي بوذا في الاثريين في افغانستان قبل حكم طالبان. حيث قالت واشنطن تايمز الأمريكية أن المتطرفون يسعون إلى محو التاريخ وصنع مستقبل. بس أنا هقف عند حتة صغيرة، هم عايزين يمحوا التاريخ بس ما يعرفوش يبنوا أي مستقبل. هم يعرفوا يمحوا أو يعرفوا يهدموا، يعرفوا يوقعوا، يعرفوا يعملوا بلاوي، ولكن لا يستطيعوا أن يبنوا ولا يقدموا أي شيء كويس للبشرية ولا لمصر كمان. ومن جانبها أفردت الاندبندنت البريطانية عنوانها الرئيسي بتصريح الجهادي مرجان يقول دمروا أبو الهول والأهرامات
وحذرت شبكة CNN الأمريكية قائلة إنه بدأت الدعوة لتدمير أهرامات مصر العظيمة. وتساءلت نيويورك تايمز الأمريكية قائلة: ما هذا؟ قادة مصر الإسلاميين يريدون تدمير الأهرامات، طمس الصور على أقنعة الفراعنة، يريدون حتى محو ما تبقى من ابتسامة على وجه أبو الهول. ووجهت نيوز داي البريطانية سؤال الإسلاميين قائلة: هل يحطم المسلمون المتطرفون الأهرامات؟ ده سؤال وجيه، هل هيرضى بكده المسلمين المصريين اللي بيحبوا مصر؟ معنا تليفون من الأستاذ جرجس. ألو. ألو، أهلا وسهلا. خير، ازاي حضرتك؟ مساء النور استاذ جرجس. الحمد لله. اتكلمنا من مصر. ها ايوه. منين من مصر؟ من اسكندريه. اسكندريه؟ من اسكندريه. ايوه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. في سؤال بيقول: في اي مدينه رائعه من المنصوب الى السماء؟ ايوه، في مدينه لوز. مدينه ايه؟ لوز. وهي انا بعد كده بيت النيل. لا، عمل مذبح للرب وقال ان هخليها بيت ايل بدل مدينه لوز الاولانيه. طيب، جواب نهائي يا استاذ جرجس. جواب نهائي. لا يعني احنا هنقول في نهايه الحلقه، في نهايه الحلقه وحضرتك دلوقتي هتعرف مين اللي كسبان معانا والاجابه الصحيحه. بس جواب نهائي يا استاذ جرجس، مش كده؟ شكرا شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ جرجس. شكرا شكرا. ربنا يخليك. ميرسي. شكرا. الله يسلمك. احنا من ناحيه هدم ابو الهول والاهرامات، طبعا احنا سمعنا المتشددين قبل كده عملوا ايه مع افغانستان والمعبد بوذا اللي حصل، وانه قالوا انه بيعبدوا بوذا. طب يا اخي، واحد بيعبد بوذا، بيعبد بقر، بيعبد جاموسه لا مؤاخذه يعني، ولا يعبد النار، انت مالك؟ ولا انت شايف الشعب المصري دلوقتي واقف قدام ابو الهول، ولا واقف قدام الاهرام عاملين شغالين سجود بقى، وعاملين مطنيات، ولا عاملين خطبه هناك مثلا؟ مش فاهم ايه دخل ابو الهول وايه دخل الاهرامات يعني. هو لازم يفهموا ان ده تاريخ كان في مصر قبل الاديان، ودي حضاره، وقبل الاديان يعني ما كانوش يعرفوا. والاديان اللي فرعنا كانوا موحدين بالله برضو. بصحيح. يعني وحدوا لله، وحدوا بدل ما كانوا بجد يعني، لو قريتوا التاريخ وحدوا، ومين موحد القطرين يعني، كانوا في توحيد، كان في توحيد. وانتوا يا متخلفين على القرن الواحد وعشرين جايين تفككوا العالم وتعملوا فتنة طائفية، يا عم اصحى اصحى بقى، سيبك بقى من الاعلام، سيبك بقى، سيبك من البرامج اللي انت بتعملها على اساس تهدم المبادئ الانسانية، الحرية. انت بتحطم الحرية الانسان ان هو واحد يعبر ولا يقول رأيه. حرام، ده اكبر حرام. دلوقتي اتحرم الانترنت وعايز تهد ابو الهول وتهد اهرامات، طب هتبني ايه؟ طب هتعمل ايه بداله؟ انت شفت المدارس، اخبار المدارس ايه؟ المستشفيات اخبارها ايه؟ الفقر اللي موجود في مصر وتحت الكباري والمكان، المساكن العشوائيه، عملت فيها ايه؟ طائر النهضه اللي انت بتتكلم عليه يا دكتور محمد مرسي، فين طائر النهضه اللي بتتكلم عليه؟ ده باين عليه طائر خفاش ولا وطواط ولا إيه؟ مش باين اي حاجه طائر نهضه عملت حاجه عن مصر لغايه دلوقتي. قاعد بس انت تصلي وتقوم من المسجد والكلام ده يوم الجمعه، ومحضر لثلاث شهور قدام. واليوم ما انت نزلت تحضر ولا تزور مصنع، رايح تزور مصنع اللي بناه على ايام رئيسك مبارك. يعني لغايه دلوقتي انت ما عملتش حاجه يا دكتور محمد مرسي، وسايب شويه غوغاء وشويه جهله جايين من افغانستان والدول المتخلفه عشان تحكم مصر، والفكر الوهابي اللي جاي من السعوديه وقطر اللي عماله تمولك وانت قاعد ساكت. طب وبعدين بتبيع سينا وبتبيع مصر، والاخوه اللي قاعدين حماس دولت اللي عاملين مظاهره على معابر الموجوده في رفح وشمال العريش، مستني ايه يا دكتور محمد مرسي؟ مش عارفين. احنا عايزين نعرف مصر رايحه على فين. عايز اشوف خبر حلو عن مصر، اسمع مره خبر حلو اسمعه احس انه مصر بتتقدم. اقتصاد مصر بيتدهور، مفيش اي حاجه
خبر حلو اسمعه عن مصر. نفسي مره في يوم من الايام افتح كده جورنال ولا اشوف الانترنت الاقي، ولا اشوف هايدي تقول لي عندي خبر حلو يا اشرف. مره يا هايدي تقولي لي عندي خبر. قاعدين نقول اخبار الله. اخبار معانا مكالمه مؤسفة من مصر. معانا الاخ صابر. الو صابر. الو مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور. زي حضرتك؟ زي حضرتك يا فندم. نشكر ربنا الحمد لله. سلام رب المجد ليك. امين. سلام رب المجد معاك ومع مصر كلها ومع شعب مصر. يا رب امين. امين يا رب. مبارك شعب مصر ان شاء الله. امين يا رب. بالنسبه انا كنت عايز اعلق بس على الاخ اللي بيقول عن الاخ السلفي مرجان. ايوه. كان اول امبارح في قناه جريم. ايوه. برنامج العشرة مصر بيتكلم بيقول على المسيحيين ان هم يدفعوا فين، ان هم ايه؟ او الجزيه. هم ايه؟ يدفعوا الجزيه؟ عايزيننا ندفع جزيه. أيوة. عايزين اصحاب الارض، يعني انا راجل قاعد في بيتي ملك، يجي واحد يطلع لي من بيتي وبعدين يقول لي كمان ادفع الضريبه اللي عليه. احنا او ما فاكرين ايه؟ فاكرين مش هيحصل صدقني. خليهم يتكلموا زي ما هم عايزين يا استاذ صابر. ما هو مش هيحصل، ما ده حرق الدم، بيحرقوا دمنا ومش عارفين. انا حاولت اتصل بالقناه اللي هي 10 مساء، قناه الحياه ولا جرين دي، انا ما عرفتش اتكلم. كل المشكله ان انا دلوقتي عايز اعمل بلاغ ليه وللمرسي للشيخ مرسي بتاعنا، نقول له احنا المسيحيين مضطهدين وحرام ما ينفعش الكلام ده اللي هو بيعمله معانا. احنا مواطنين درجه اولى مش تايوان، احنا اصل بلد مواطن من الدرجه الاولى، يبقى نتعامل كمواطن زيه زي اي واحد في البلد. اي ماشي يا استاذ صالح، بس الجزيه دي مطلوبه على اساس ايه؟ بتحميني مثلا من العدو؟ مثلا احنا في حاله حرب وحضرتك راح تحابر ولا تدافع عني، فعشان كده انا هدفع لك الجزيه؟ يا بي انا اعرف ان الجزيه طالما انا راجل مواطن من الدرجه الاولى، بخش الجيش، بدفع الضرايب، بدفع التامينات اللي عليا، بعمل كل الحقوق اللي عليا زي زيه. اللي دفعني جلد ليه؟ عندك حق. وربنا عندك حق. معلش. موجود. ربنا موجود. ربنا موجود يا استاذ صابر. وربنا والله والهنا احنا حي، الهنا حي ما ماتش. اكيد. والهنا قوي. اكيد. الهنا قوي وعادل. اكيد. استاذ صابر ما تقلقش على مصر. ما تقلقش على مصر. في شعب مصري. وربنا موجود. امين. في شعب مصري رائع. وبيحب مصر زيك بالظبط، وهم دول اللي هيدافعوا معانا على مصر. امين. ويا ريت من اخواننا، من اخواننا المسيحيين في جميع العالم يصلوا من اجل شعب مصر. اكيد اكيد طبعا. بنصلي صدقني. اكيد. وربنا هيسمع في وقته. والقناه سي سات كوبتك سات، احنا يا استاذ صابر عشان كده صوتنا عايزين يوصله لشرق الاوسط، دول الخليج، دول العالم كله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا استاذ صابر. اشكرك يا استاذ صابر. شكرا. ربنا يباركك، مع السلامة. معانا الأستاذ محمود. أستاذ محمود. مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ أهلين مرحبتين أستاذ محمود، كيفك؟ كيف حالك يا عبد المجيد مجدوب؟ يا هلا حبيبي، شلونك يا حبيبي؟ كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الله يخليك. يا هلا، على فكرة أستاذ محمود، أنت عندك حق، رحت طلعت عليه لقيت الصاحب مظبوط، عندك حق. شفت؟ أنا اشتغلت أنا معاه، اشتغلت أنا وياه في اها البس لك عوينات كمان. وياه بال 74 لبست لك العوينات كمان، شو رايك بقى؟ تعرف؟ لا مش بقى حينا، بقول لك اشتغلت انا وياه بال 74 عن جد؟ ده هو هو مطلوب ليا. استاذ محمود طلع في برنامج، طلع معانا في حلقه واتكلم وقال انه انا بشبه ممثل لبناني اسمه عبد المجيد مجذوب او عبد المجيد مجذوب بالايام السبعينات، وهو ممثل لبناني وكلام ده، فقال لي انت شبه، فروحت انا شفت الصور فعلا لقيته نفس الشبه. فبقول انت اخوه ولا لا؟ اصل بيقول لك اشتغل معاك في سنة. هو لا اشتغل مع الممثل مش معايا انا. انا قلت مش تقول لي اشرف. كيفك استاذ محمود؟ الله يخليك. الله يخليك. يا سيدي الفاضل. تفضل عيني. احنا امام معضله كبيره اصبحنا. نعم. الآن فوجئنا بالأخبار بموضوع الاعتداء على الآثار المصرية. نعم. أنا بسؤال الآن ليعلم فيه الجميع من السلفيين الهبل إن موضوع الاعتداء على الآثار المصرية. نعم. أول شيء هذه ما هي آثار إسلامية،
وكانت موجودة قبل النبي محمد وقبل عيسى وقبل موسى. صحيح. نعم. هذا الشيء. نعم. الشيء الثاني، ما هو موقف السلفيين والإسلاميين إذا ما تم هدم المسجد الأقصى والكعبة في السعودية؟ كيف سيكون الموقف الإسلامي عامة إذا تم الاعتداء على هذه الرموز؟ وكما رأينا في بعض القنوات الفضائية أن الكعبة من الداخل خالية، ووجدنا بعض الغلمان والطبيان من عائلة بن سعود يلعبون داخل الكعبة، إذا ما عادت في هذيك القدسية. أريد الرد من الرئيس حسن محمد مرسي لما قال التاريخ الإسلامي وما عثرت شاه في بلاد الشام ونام عمر علي هني البال. إذا كان عمر رمز العدالة والمساواة ولم ينم هني البال لأن شاه عثرت، فما بالنا نرى مرسي ينام طوال الليل وكل يوم تغتصب واحدة من حرائر مصر وأبطال مصر، والآن يغتصب تاريخ مصر وآثار مصر. صمتوا ظهرا ونطقوا قهرا، يعني هل الآن المكافأة لصمت أبو الهول أن نقوم بتدمير أبو الهول؟ حبيب قلبي، ذكرتكم أمهاتكم أيها السلفيين والإسلاميين، ربنا يبارك فيك، الإسلام بريء منكم. أشكرك يا محمود، أشكرك حقيقي، أحسنت اللسان وأحسنت الخطبة وحقيقي، وهذه الوقائع والحقيقة اللي بتصير للأسف. يعني إن اللي سموا نفسهم مصريين الأزهر الشريف. يس. اللي حيحصل يعني الأزهر الشريف والحسين والسيدة زينب في مصر وفي سوريا، مثل ما هدموا الأضرحة في تونس وفي ليبيا بدأوا. أنا مش عارف أي نوع من الحشيش ولا من المخدرات اللي فيها نوع من انواع الخدمات تبع التواليت بيستخدموها هذول الناس، بتنخلش بمخهم ولا هم بياخذوا يعني مخدرات من بعير الغنم. انا مش مستوعب يعني مش فاهم، على الاقل يعني يبحثوا انهم يزرعوا حشيش اخضر وياكلوه ويكونوا يعني يا اما بهايم يا اما بشر، مش فاهمين احنا. يعني هذا كلام مش يندي له الجبين. أنا أطالب من اليوم صرخة إنسانية وعالمية لليونيسكو وهيئة الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي وكل حقوق الإنسان في العالم والنشطاء في مجال التاريخ لإرسال قوات حماية سريعة للأماكن الأثرية في مصر، لأن هذول المجانين لا يؤمن جانبهم. صح. صحيح، ممكن ننام ونلاقي الصبح الحاجات على الارض. لا يؤمن جانبهم. صحيح. لا يؤمن جانبهم. صح. لان الاثار مش اثار بس لمصر، ده الاثار العالم، ده تلت الاثار العالم كله في مصر، يعني ده مش حق المصريين بس، ده حق العالم كله، الشعوب كلها، لان دي حاجه دوليه. بالضبط. الان انا نفس السؤال اطرحه. اتفضل. بنفس المعادله، اذا تم الاعتداء على الاثار المصريه وتم الاعتداء بنفس اليوم على الأقصى وتفجير الأقصى والكعبة، ماذا سيكون الرد؟ رد الفعل. عندك حق، نحب نسمع رأيهم، يا ريت يكون حد منهم سمعنا ويتصل بينا يقول لنا إيه رأيه. يعني الإخوة السلفية، الشغلة الثانية المهمة بالنسبة للدكتور محمد مرسي، هو ادعى أنه مهندس ودرس في ناسا وعمل في ناسا. أنت تريد عمل الجزية والأساوة، ها؟ نعم. والجزية الإسلامية. نعم. موجود في القانون الأمريكي التكس، الحكومة تقدم خدمات للمواطنين والدولة. طبعا. وتجلب التكس. طبعا. ما هي الخدمات التي قام بتقديمها الإسلاميين والسلفيين؟ نعم. حتى يطالبوا بالجباية. ولا بيدفعوا عننا في إيه يعني؟ الإسلامية التي قدموها. صحيح. لمصر باغتصاب الفتيات، يريدون ثمن لاغتصاب الفتيات. حرام. عندك حق، حرام. ربنا موجود يا استاذ محمود، ربنا موجود. انا واثقه ان في ناس كتير مصريين مسلمين سامعين حضرتك ويعني بيشجعوك على كل كلمه بتقولها، ويؤيدوك على كل كلمه. اللي بيحب البلد وبيخاف على البلد
مش بيفكر زيهم صدقني، وعددهم كتير جدا والبشرية أقلية قليلة جدا، هي اللي بتقول الصوت اللي هي يهدموا الأهرامات ويهدموا أبو الهول ويخطفوا البنات، دول قلة قليلة ولكن للأسف محدش لسه قادر عليهم، لكن ليهم وقتهم. يا سيدتي الفاضلة، أنا أتكلم مع الرئيس المصري عندما قال أهلي وعشيرتي، وأنا رجل عشائري بدوي أطالب نخوتك البدوية لحماية حرائر مصر. ربنا يخليك. إذا كنت تملك النخوة الإنسانية ونخوة الرجولة أطالبك بحماية فتيات مصر من الاغتصاب. ربنا يخليك لينا يا رب. أشكرك أستاذ محمود، ربنا يباركك ويكثر من أمثالك يا رب يا أستاذ محمود. معلش أطالب الرد من كل الشرفاء في مصر أن يجيبني أحد على هذا السؤال الآن. عندك حق. أمين. واحنا هننتظر مكالمات، يا ريت يعني الناس الشرفاء تتصل برضه وتشجع الكلام، والناس اللي ليهم وجهه نظر مختلفه يتصلوا بينا يقولوا لنا رايهم ونحاول نتناقش معاهم. هل فعلا اتصلوا بخير؟ اتصلوا بخير. استاذ محمود معلش سؤال، معلش حضرتك من وين؟ فضل. اردني ولا فلسطيني؟ يعني هي بلد؟ لا 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 معلش 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 امسحها فيه. انا فلسطيني، انا فلسطيني وافتخر اني فلسطيني لان ربنا نزل حارب الفلسطينيه من ارض البركه يا راجل. حبيب قلبي الفلسطينيه بالذات عندنا ايمان مشكوك بالله لان ربنا ما عدلنا لحد الان. حبيبي انا مغتصبين، انا بس منتهكين من كل العالم. عندك أمين. حق، ربنا يحميك ويحمي البلد ويكثر من امثالك يا رب. نحمل اقباط قبل ما تصبح قضية الأقباط مثل قضية فلسطين دواخين يرمونا مثل الحمار الجربة اللي كل واحد بيجي وبيركبها. صحيح حبيبي، احنا كنا واقفين مع قضية فلسطينية، من شان هيك احنا بنقول للشعوب العربية وينكم انتوا من قضية، وينكم انتوا لما أوباما قال قدس عاصمة إسرائيل؟ احنا يا جماعة احنا مع الفلسطينيين ومع القضية الفلسطينيين، بس بدنا الحق انه المعابر هاي مفتوحه يا استاذ محمود باي حق. شو المصادر اللي بتبعت الاسلحه والادويه والاكل؟ وين هاي اللي رايحه؟ وين رايحه وجاي من وين؟ مشان هيك احنا بدنا صوتك انت يا استاذ محمود كن معنا. احنا بنحب فلسطين، بنحب كل الدول العربيه. يباركك الرب استاذ محمود ويكثر من امثالك. امين. وحقيقه انا مبسوط كثير اسمع صوتك، ويا ريت تشاركنا دائما استاذ محمود. معنا مكالمه ثانيه الاخت نجوى. الو مساء الخير يا مدام هايدي. اهلا مساء النور، ازيك يا مدام نجوى؟ ازيك عامله ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. ازي الدكتور اشرف؟ اهلا بيك، ازي حضرتك مدام نجوى؟ مبروك عليكم العيد الاول للقناه. الله يخليك، ربنا يجعلها كده دايما على طول، ربنا يخليك وايام كويسه. ربنا يخليك، اشكرك مدام نجوى. معانا وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه طيبه حبيبتي. عارفه السؤال بالنسبه للإجابة؟ عارفة السؤال. أوكي. التكوين إصحاح 28 عدد 12 و19. ودعا اسم المكان بيت أوييل، وكان اسم المدينة لوز. أوكي يا أخت نجوى، خليكي معانا لآخر الحلقة. ماشي مدام هايدي، وربنا معاكم وربنا يعوض تعب محبتكم. الله يخليك، عيش ربنا معاكي حبيبتي. معانا الأخت إيفون. ألو؟ إيفون. ايوه اهلا يا ايفون. اهلا، من فضلك ممكن اتكلم؟ اتفضلي. طبعا على الهواء. ما اشرف بيتكلم هو مدام ناديه. ايوه. لا وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون. اوكي. عندها ديلي. حضرتك مدام ايفون، حضرتك تكلميني منين؟ انا بكلم من البيت يا اشرف، ازيك؟ الحمد لله. انا ايفون، انا ايفون مامة مريان. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، ازيك يا مدام ناديه؟ انا هايدي. اهلا بيكي حبيبتي. ازاي؟ الحمد لله الحمد لله. ايه رايك بقى في الموضوع بتاع ابو الهول وعايزين المسيحيين يتحجبوا كده؟ فالواحد قاعد قلقان على اهلي في مصر. احنا كلنا قلقانين، وبس المسيح مطمئن، عندنا ثقه بربنا وعندنا طبعا انه الهنا حي والهنا قوي والهنا عادل وهيقف معاهم وهيبين الحقيقه
انه دول جايين منين؟ كوكب تاني ولا مخلوقات جايه بس كده فتره وماشيه؟ هدفهم تدمير مصر، ما عندهمش هدف. هل الهدف هو تدمير الاهرامات؟ جايين عشان يدمروا الاهرامات، يدمروا البشريه، يدمروا الانسانيه؟ ما اعرفش، هل دول بني ادمين زينا زيهم ولا دول ليهم عقول؟ لا. يعني هل ممكن ده راس بيتكلم بس من غير عقل؟ مخوخ يعني. انا شفت البرنامج على دريم، هو سطل وسطل الشيطان، فمش ممكن ده يكون بني ادم. لا يمكن، لا يمكن. لا انسان مريض، ده انسان مريض عنده مرض نفسي، والسبب ده كله هما اتنين، الدكتور محمد مرسي والتاني اوباما. اوباما اللي يدي معونات واللي يدي فلوس وحط ايده مع الارهابيين. يعني مرسي اللي جايب الناس دي من افغانستان ومن ايران ومن سوريا ومن ليبيا عشان يقعدوا في ميدان التحرير، وعلم السعوديه وعلم اسود عليهم كلهم، وعلم القاعده كمان. ما هو علم اسود علم القاعده موجودين في ميدان التحرير، والعلم المصري مش موجود. لا هم عايزين علم المصري ولا عايزين نشيد مصري ولا وطني ولا اي حاجه. دول مين دول؟ جايين منين؟ ما لهمش ولاء لمصر طبعا. انهي شعب ده؟ لهم فلوسهم. وبعدين هجروا 700 اسره في 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 المنوفيه تقريبا، وهجروهم. يعني حرام، يروحوا فين؟ ما تقلقيش يا مدام ايفون، ان شاء الله خير، وربنا وعد ان عينه على مصر وشعبي مصر، وهو قال كده مبارك شعبي مصر. ثقي ان ربنا عينه علينا، وهي دي فتره بس بتمر بيها مصر عشان الصورة. الحقيقه تبان، والثوره لسه ما خلصتش، الثوره لسه قائمه، ولسه الثوره هتقوم الثوره عليهم. اشكرك مدام ايفون. شكرا يا مدام ايفون، ربنا يخليك. ربنا معاك، ميرسي على التليفون، مع السلامه. معانا الاستاذ ناجي من مصر. الو ماجد. الو مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور، اتفضل. اهلا اهلا استاذ ناجي. نعم، اهلا بيك. انا بهنيكم الاول على نيابه الطلبه، وادرس الكنيسه البابا الجديد لمصر، وشكرا جميعا. اشكرك استاذ ناجي. ثانيا الله يخليك، انا بقالي فتره بتصل بيكم لكن الخط عندكم مشغول جدا، التليفونات عندكم مش مظبوطه شويه في البرنامج. ربنا يخليك. انا دلوقتي يعني بحب اعلق على حاجه دلوقتي، يعني ما نعرفش الاخوان او السلفيين عايزين ايه من مصر. هم نفسهم مش عارفين عايزين ايه يا استاذ ناجي. ما المشكله هم نفسهم مش عارفين عايزين ايه. عايزين ايه؟ لو تسال واحد جاهل، قصدي تسال يعني واحد من السلفيين هتعرف ده عايز ايه ولا مش عايز ايه. ما تعرفش، ما تفهمش اي حاجه منه، هم اصلا مش فاهمين. ما دي المشكلة، تتكلم مع واحد جاهل. الأخ العزيز اللي اسمه سالم الجوهري ولا معرفش، اللي بيأمر بتحطيم مرجان، بتحطيم تمثال أبو الهول، اللي هي الآثار على مستوى العالم، اللي العالم كله بيحسدنا على آثارنا، وبيحسدنا على ميلنا، بيحسدنا على ميل على المناخ المصري، اللي العالم كله بيتمنى إن عندك مصر دي دولته. ما نعرفش هم يعملوا ايه. اخر حاجه لسه سمعها من 2 ساعه بالظبط، واحد اسمه انور عكاشه على قناه صدى البلد بيقول لك السادات ليس شهيدا وانما مجرم حق. الجماعات الاسلاميه والجهاديه تتهم الرئيس السادات بالخيانه العظمى وانه ليس شهيدا بل قاتل وخائن. طب ده كلام ينفع؟ ده كلام يقوله راجل حرر البلد اسرائيل، راجل مات شهيد في وسط شعبه في احتفال قدام العالم، ده كلام ينفع؟ يعني احنا ما نعرفش احنا بنعمل اخر حاجه لسه بيتكلموا فيها دلوقتي، يقول لك ان الاسلاميين يريدون ادخال اموال الكنيسه. انا مسلم، أنا مش مسيحي، أنا مسلم، لكن أنا مصري. أنا مصري، مسلم ومسيحي، إيد واحدة. الدين لله والوطن للجميع. بقول لك إيه؟ عايزين يدخلوا الذمة المالية في الكنيسة؟
عايزين رقابه ماليه على الكنيسه. الرقابه الماليه على الكنيسه بس لا ما يقدروش، هم يتكلموا زي ما هم عايزين، الكنيسه ما بتاخدش مليم منهم. البابا يعني هم داخلين في حرس انا مثلا انا عندي جامع وبلمنا وفي تبرعات بتيجي ليا، تيجي الزمه الملاك تاخدني وتقول لي التبرعات دي احنا عايزينها ازاي؟ يعني انا بصراحه اشكرك يا استاذ ناجي ان حضرتك مسلم وقلبك على ان الكنيسه البلد. على البلد طبعا ما يتقومش فتنه لان دي هتعمل فتنه، وقلبك على ان الكنيسه فعلا يعني هيئه مستقله الفلوس بتجيها من التبرعات. واستاذ ناجي كمان احب اقول لحضرتك برضو الاديره او الكنايس اللي بتتعمل موجوده فيها حاجات بتلزم للشعب، يعني كله. مستوصفات في اكتفاء ذاتي، عاملين مصانع، عاملين مزارع، عاملين جناين، عاملين خضروات وفواكه، يعني في اكتفاء ذاتي كمان بيساعدوا الفقراء. يعني دي يعني المستوصف مثلا موجود في كنيسه، صدقني كنت بشوف انا بخش المستوصف في الكنيسه الاقي كلهم محجبات، انا ما بتكلمش انه ده مسيح ولا مسلم، بس ده مستوصف يعني مستشفى بيخدم الكل، بيخدم الكل، ما يفرقش بين مسيح ومسلم. الناس دي يا استاذ ناجي دي دخيله على مصر، دولت كانوا طول عمرهم عايشين بره. يا استاذ اشرف اتفضل. يا استاذ اشرف الكنيسه عندكم المجلس الملي، ايوه، عندكم ذمه ماليه، عندكم تقسيم، عندكم اقتصاد، عندكم، يا ريت مصر كلها تبقى زي المجلس الملي، يا ريت مصر كلها تبقى مسيحيين. اشكرك إيه؟ اشكرك. احنا في الاساس اسمنا مصر القبطيه، احنا اسمنا مصر القبطيه، احنا التاريخ القبطي على مستوى العالم. لحم كله بيحسبنا علينا، احنا ما نعرفش احنا مسلمين على فطره ولا لا. هم سووا اسلام، سووها في الاسلام. احنا ما نعرفش، احنا مسلمين على البيت ولا مسلمين على الارض ولا مسلمين في البطاقه ولا مسلمين قدام العالم، لكن احنا من داخلنا هم من داخلهم ايه؟ هم من داخلهم ايه؟ هم عايزين يدمروا البلد، هم عايزين يدمروا البلد. هم عايزين يدمروا؟ ايوه، ما بيعرفوش يبنوا، يعرفوا يهدموا. بقول لك هو لسه هيدمروا؟ ما بيدمروا خلاص. طب انا برضو عندي سؤال، لان حضرتك مسلم، انا هل ينفع اللي ماسكين البلد النهارده 99% منهم خريجي سجون؟ خريجي سجون؟ خريجي سجون؟ والنهارده الارهابيين اللي كانوا في السجون وخرجوا من افغانستان وباكستان والسجون اللي بره مصر حتى رجعوا بتاني البلد وبيقعدوهم على التلفزيون وبيعملوا لهم لقاءات مقابلات ومقابلات وعاملين لهم قيمه. اللي قتل الكاتب الصحفي فارق فوده، اللي قتل انور السادات، اللي قتل، دول بيتشرفوا دلوقتي، والمصريين الشعب الجميل الاصيل اللي هو ماشي بمخافه وبيحب البلد. في حاجه غلط بتحصل في مصر، في يا جماعه حاجه غلط بتحصل. مع احترامي للاستاذ اشرف، مع احترامي للاستاذ اشرف، انا لسه باعت رساله دلوقتي، لسه باعت رساله على نفس الرقم اللي انتوا اللي هو بتاع القناه اللي انتوا فيه. ايوه، يا ريت تقروها. بيقول لك الذين يتجمهرون، الذين يتجمهرون لتطبيق الشريعه لا يستطيعون تطبيق الشريعه في بيوتهم. لا يستطيعون ايه؟ مش يقدروا يطبقوها في بيتهم. ايوه طبعا. لا لا لا، الشريعه في منازلهم في بيوتهم ولا على تهديدهم. طب مش لما يتفقوا هم انهي شريعه كمان الاول؟ يا استاذ ناجي، في مبادئ الشريعة دلوقتي في مذاهب، هل المذاهب الاسلاميه دي متفقه على شريعه واحده؟ الشريعه مبادئ وليست احكام، الشريعه مبادئ وليست احكام. ايوه، اذا اردنا ان نطبق الشريعه فطبق الشريعه بالمبادئ لفتره معينه، مش هتقدر تطبق المبادئ، الدوله مش هتقدر تعمل الفتره دي المبادئ بتاعتها، مش هتقدر تستعين بيها، ما اقدرش ان انا اطبق الاحكام بتاعتها. صح. وهات لي دولة عملت الشريعة الإسلامية ونفعت. لما بتطلع قانون بتاخد منه الكنيسة، حضرتك الكنيسة عندك لما بتاخد من القانون، لما تحب تعمل القانون في الكنيسة بتعمل إيه؟ بتاخد مبدأ اثنين ثلاثة منه بتطبقه لفترة شهر ثلاثة ساعة، ومشي وتطبق أطلع عليه فتوى. مبدأ أنفذه في الكنيسة، بيتقبلوا الشعب، بيتقبلوا القط اللي موجود عندك، بيتقبلوا اي انسان. لكن النهارده انا لما اطبق
حكم واحد يقول لك لا معلش الامام عمر بن الخطاب دخل على رجل بيساله فبيقول له اذا رايت رجلا يسرق فماذا تفعل؟ قال فاطبق علي الحد قطع يدي. قال واني شوف الخبر بيقول له واني ساطبق عليك الحد اذا رايت رجلا جائعا. يعني رجل جائع اطبق عليه الحد، طب انا اعمل ايه؟ طب هو يعني شوف الراجل اكله الاول وعيشه كويس وبعدين طلبه ان هو يمشي ما يسرقش. صح. وهل هل الشريعة هتطبق؟ أيوه يجب قوتاً في بيته كيف يحكم على الناس شهيراً فيه؟ عندك حق. وهل الشريعة هتطبق على اللي بيسرقوا البلد؟ يجب قوتاً في بيته كيف يخرج على الناس شهيراً فيه؟ إزاي أنا مش لاقي آكل وأطلع السيف وأخرج على الناس وأقول أنا أتاتي؟ Please enter the phone number you wish to. قطع الخط. طب ناخد الاستاذ ملاك من مصر. الو استاذ ملاك. الو استاذ ملاك. استاذ ملاك الو سمعنا؟ طب في حد تاني على الخط؟ الو مش معايا اسمه بس. الو مين سمعنا؟ الو 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 ايوه اهلا اتفضلي. يا ريت توطي التلفزيون من فضلك. اوكي حضرتك على الهوا. اهلا اخت لوريس. ايوه مساء الخير. مساء الفل حبيبتي. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون معلش. مساء النور. حضرتك من مصر مش كده؟ لا مش من مصر، انا من سان دييغو. اهلا وسهلا. قلت لنا مساء الخير ليه؟ يا قلبي بيوجعني حبيبتي لما اسمع كل الكلام السلبي على مصر. بس انا كاتبه حته شعر. قولي يا ماما حبيبتي. اتفضلي تصلح معنوياتنا شويه. قولي اتفضلي. قولي اتفضلي. فبقول مصر الأصيلة مرت عليكي آلاف السنين وانت مرفوعة الرأس أصيلة، يا ما شفتي حروب من الداخل والخارج وما زلتي جميلة. لو سكتنا التاريخ يشهد على عظمتك لكل واحد في جيله. الله على نيلك تحت ضي القمر تتمايل ميته على صفحته كل ليلة، وتاخدني رجلي على ضفته والداعب خدودي نسمته العليلة. حباك الله حباك الخالق بنيل وبحر أبيض من كل العالم ناس تجيله. بحبك يا مصر مهما جرى، بحبك يا أمي مليش حيلة، ما أقدرش أسيبك وارحل بعيد وافوتك وانتي عليلة. فيك يا غالية أكلت لقمتك وشربت ميتك وحفظتك جميلة، حتني جنبك ولا بعيدش عنك ده واجب مش جميلة. ولادك يا طيبة لميهم تاني الإيد في الإيد ويبقوا عيلة، ربتينا على الوفا اوعي تقولي دول ولادي أبدا دي يد دخيلة، بيدسوا السم في العسل عشان تولع فيك الفتيلة. لكن هيهات يا مصر تتهدم دولة زيك شامخة جليلة، طول ما فيك أيادي مرفوعة للخالق بدموع مش قليلة، مصر هتفضل مصر ولادها بيها والصغير فيهم تشيله، والشهيد سايب يتيم أمي بالقلب الكبير تعوله. اكتب يا تاريخ مسلم مسيحي نسيج مصري عصور طويلة، والخلاصة احنا بعاد قريبين لكن مصريين وهي دي الفضيلة. امين. الله يا لوريس. الله عليك يا منال لوريس. الله 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 يخليك. ربنا يباركك. ربنا يخليكي. ما نخافش قوي على مصر عشان لا. في ايادي مرفوعه ودموع كتير وركب محنيه صدقيني، فمش هنخاف. لا مش هنخاف مهما المنحنى نازل لكن هيطلع اكيد من رب، مش بيلعب في السماء. لا 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 حاشا 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 صحيح. شكرا يا لوريس. معاك وسلام. ربنا يباركك. ربنا يباركك. مع السلامه. معانا هاني من مصر. استاذ هاني انا اهلا وسهلا. كنت عملت مع حضرتك مداخله قبل كده بتاعت جاد تيك مورسي. كل الناس بتخش جامعه 4 سنين لكن في مصر بيخشوا كلهم السجون جامعه 25 سنه عشان يتخرجوا ارهابيين. وقال حضرتك بعدين حاجة تانية، هم كلهم
لو سمعت ان هم اسمهم شي يو وهي اولها شي، فانت تاخد بقى الباقي تفهم الباقي لما هم كلهم شي. شي هم ماشي، هم ماشيين بنظام الشي وحاضر يا معلم. وهم كبرهم اسمه علي عوض. كبرهم على ايه؟ كبرهم اسمه علي عوض. علي عوض اللي هو علي اه علي عوض. علي عوض مش هم بيقولوا شي؟ وشكرا. شكرا شكرا يا استاذ هاني. شكرا. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. معنا الاخ اكمل. استاذ اكمل. ايوه اهلا وسهلا استاذ اكمل. اهلا اتفضل حضرتك على الهواء بيني وبينكم معاك اشرف وهايدي. اوكي مساء الخير عليكم. اسمن جوني. اسمن جوني. اهلا وسهلا. اهلا يا اخ اكمل جوني تفضل. طيب اولا اجابه على السؤال بتاعكم. اتفضل. اتفضل. ما هذا الا بيت الله، وده اسم المكان بيت إيل، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز، فكان اسم المدينة في الأول لوز وبعدين بقى اسمه بيت الله بيت إيل. وأنا في الواقع أصححها وأقول بيت الرب وليس بيت الله، لأن نحن لا نعبد الله إنما نعبد الرب. ثانيا أنا قبل كده قدمت لكم برضو كويس محدش فيكم أجابها، ماذا خلق الله قبل اليوم الأول وماذا خلق الله في اليوم السابع بعد أن خلق الإنسان؟ طب ندرس لك الموضوع ده ونرد عليك. حاضر. السؤال ماذا؟ ربنا خلق إيه قبل اليوم الأول وبعد اليوم السابع؟ عندك الإجابة؟ طيب أنا مش عارف عندك الإجابة؟ حضرتك عندك الإجابة يعني ولا بتحاول؟ أيوة طبعا عندي الإجابة. طب اتفضل قول لنا. عايز تطلعوها؟ نعم لو قلتها لكم على التليفون الناس كلها هتسمعها. طب حضرتك طب خلاص نقول السؤال الحلقه الجايه ان شاء الله، بس انا عايز الاجابه. طب بعد الحلقه نتكلم وناخد الاجابه ونسال الناس السؤال ونتعرف على حضرتك. طيب شكرا. شكرا يا استاذ اكمل. اكمل مع السلامه. يا سلام جوني. اسمن جوني مش اسمن، هتسميني ليه؟ اكمل جوني صح؟ أكمل جوني. جوني أيوه. كان معانا كلمنا من حوالي 6 شهور أو 7 شهور. لا أقل كتير، كلمتكم كذا مرة في خلال الشهرين الثلاثة اللي فاتت فيها. في الحلقة بتاعتنا بيني وبينكم؟ أيوه. ماشي يا أستاذ سامحني عندي غن ذاكرة. شكرا. أنا بس حابة ولا أتصل بيكم تاني؟ نعم؟ نعم؟ هتتصلوا بيا ولا هنتصل بيك، هتتصل بحضرتك وهنتكلم مع حضرتك. شكرا. اشكرك استاذ اكمل. شكرا. مع السلامه. الحقيقه في رقم تليفون عندنا على الشاشه للتبرع. اتصل واحد واتبرع ب $50، هو ما حبش يقول اسمه، انا بشكره كتير جدا. 50 جنيه عفوا، 50 جنيه من مصر، فاحنا بنشكره والرساله وصلت وانا عارفه ان هو في احتياج ليها، بس ربنا يبارك في الخدمه. بنشكره كتير وربنا بيبص للفلسين وربنا يعوضك وبنشكرك كتير. اثرت فيا قوي كلمات لوريس الحقيقه. طبعا جدا جدا. يعني واضح جدا. انا قاعد جنبك واضح. كنتش عامله حسابي يعني. طيب ولا كوبايه ميه ولا كليكس ولا حاجه، بس الحمد لله. خبر في اخبار يعني انا نفسي اقول خبر حلو مره. ما معلش يعني نغير الجو كده يعني. الاشكال اللي جت تعرف ايه الحلو في الموضوع؟ نعم. ان الناس حاسه باللي بيحصل في مصر غريب على مصر، مسلمين ومسيحيين مستغربين اللي احنا واقعين فيه وبيرفضوه، وهم دول اللي لسه الثوره هتقوم بحسهم، الناس الجميله اللي قلبها حلو. ما انا عشان كده النهارده انا فرحان جدا ان اغلب اللي كلمونا مصريين. مسلمين كمان. مصريين مسلمين بقى، انا يعني ما احبش احدد اقول مصري مسلم. لا يعني حاسين بالخوف على مصر زينا. خايفين على البلد. برافو. احنا بنخاف على البلد يا جماعه، احنا ما بنتكلمش على فتنه طائفيه ولا عايزين نتكلم على اي حاجه تانية الا على مصر. انا بحب مصر، كل واحد فينا حتى الفلسطيني الاردني كل واحد بيحب مصر.
يا جماعة مصر طول عمرها وقفت مع جميع دول العربية. مصر كان بتنشر المدرسين والمدرسات والأطباء والمهندسين جميع دول العربية. مصر طول عمرها رائدة العلم. احنا عايزين يا جماعة مصر تبقى كويسة، مش عايزين مصر تتبهدل. اتبهدلت كتير على الأيدين المخلوقات الفضائية اللي جابهم الدكتور محمد مرسي، من السجن من الى الكرسي، من ناسا الى المعتقلات الى السجن الى الكرسي. مش فاهم انا يعني انت فين انت يا مرسي. والشاشات معانا ملاك من مصر. الو الو الو، اهلا يا ملاك. استاذ ملاك اهلا، سامعينك، اتفضل. يا رب سلام. اهلا بيك. يا رب سلام. سلام المسيح معايا. اشكركم على البرنامج، اشكركم على البرنامج. شكرا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. وانت طيب. وعاوزة السؤال. وايه؟ عاوزة السؤال. اتفضل. عاوزة السؤال. عنده سؤال، عايز عنده سؤال. عاوزين نعرف مصر رايحة لفين. ما انا نفسي هموت واعرف عايزة ايه رايحة فين؟ ما انا عايز اديكم خبر حلو، مش لاقي اخبار حلو. انا بس ما انت فائل وعندي امل، صدقني الانسان من غير تفاؤل ومن غير امل ما يبقاش انسان وما عندوش طموح. بس احنا كلنا عندنا طموح ولازم نعرف انه مصر هتبقى بخير، وان مصر صدقني كل العالم دي المخلوقات الفضائيه والمخلوقات اللي جايه من بره دي صدقني كلهم هيرجعوا تاني للسجون، للحفر، للسجون، دول جرذان على راي للسجون. للسجون. هقول لحضرتك يا استاذ ملاك، ثق ان هم بيفضحوا نفسهم بنفسهم، والشعب المصري ابتدى يفوق ان القرار اللي اتاخد بان الاخوان المسلمين ياخدوا البلد وياخدوا الحكم كان قرار خاطئ. اللي اداهم الصوت ووافقهم ان هم يمسكوا الحكم ندموا ندم ما بعده ندم كتير قوي، جدا جدا كتير. ولذلك ثق ان الناس لسه الثوره قائمه، والثوره هتقوم وهتطهر البلد من الغوغاء اللي هم طالعين بيتكلموا كده، وعلى راي اشرف اللي هي مخلوقات من كوكب اخر، ما لهمش لا ولاء لمصر ولا ولاء للناس ولا بيفكروا يبنوا، هم عايزين يخربوا ويهدموا ولا بيعرفوا يحطوا طوبه على بعض. فثق يا استاذ ملاك ان الدنيا بخير وربنا موجود. ورب اكيد طبعا ربنا موجود، لازم هو ربنا موجود وهو اللي بيحمينا. انت بحضرتك بتتابع القناه؟ متابعكم. طب كويس، مبسوط منها؟ متابعكم. طب وشاركنا. طب كويس، يا ريت تشاركنا دايما وتقول لاصحابك وقرايبك وجيرانك وفي الكنيسه عندكم. احنا موجودين ليكوا انتوا. يعني بصراحه نوصل صوتكم، وثقوا ان احنا هنوصل الصوت بالامانه. ربنا معاكم. ربنا يباركك. مع السلامه. شكرا شكرا يا استاذ ملاك. طيب في صورة تناولها النشطاء، صورة ضوئية لقرار وزير العدل أحمد مكي بندب القاضي وليد محمد رشاد الرئيس من الفئة ألف بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لوظيفة مساعد أول وزير. عايزين نشوف ليه حصل ده. بيفسر الناشطون أن هذا القرار أنه بمثابة المكافأة للقاضي وليد رشاد الذي كان المتحدث باسم ائتلاف قضاء من أجل مصر الذي استبق إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية معلنا فوز الرئيس محمد مرسي قبل إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة بأكثر من أسبوع. وعبر النشطاء عن غضبهم من القرار الذي يؤكد على حد قولهم أن الثورة لم تحقق أهدافها المتمثلة في العدالة القائمة على إعطاء كل ذي حق حقه دون أدنى مجاملة. والبقية تأتي. معنا مكالمة من نادي. ألو ألو أستاذ نادي، أهلا مساء الفل، إزيك؟ سلام حضرتك، نادي من المنيا. أهلا وسهلا أستاذ نادي، اتفضل. سامع حضرتك، نادي من المنيا. أيوة سامعينك، سامعين حضرتك، اتفضل. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب. وانتم بصحة وسلامة. ربنا يخليك. يا رب. يا أمين يا رب. وانتم معانا. عايز مبروك على القناة وعلى عيد ميلادك. ربنا يخليك. سنة أولى. يا رب كده، ربنا يسد احتياجاتك يا رب كده. أمين يا رب. أمين يا رب. أنا شفت معاك الحلقة اللي فاتت وأنا بس لحد دلوقتي الهدية. نعم.
يا ريت توطي التلفزيون استاذ نادي عشان اسمعنا من التليفون، بلاش التلفزيون عشان الصوت بيوصل متاخر. قلت ايه؟ لان حضرتك كان اللي فزت معاك الحلقه اللي فاتت. ايوه فاكرك كسبت معانا الحلقه اللي فاتت. طيب احنا هنبعت لك الهديه من مصر، وانت رقم تليفونك عندنا في الكنترول روم، هنخلي المراسل بتاعنا يبعت لك. اه يا فندم موجود في القناه، هم اللي اتصل عليا حضرتك دلوقتي. طيب كويس، عشان الخطوط وحشه انا عارفه. انا اقول لحضرتك بمناسبه اللي يعني اللي بيحضر دوت. ايوه. ان احنا ما نخافش ولا نفوز. برافو. المجهود بيقول لنا انما لله انتظرت نفسي من قبل خلاصي. امين. انما هو سخاتي وخلاصي. امين. ما الجاي لا تزعزع كثيرا. بلاد تهجمون على الانسان، تهجمون كلكم كحائط مرقب قدمان واقف، انما يتامرون ليدفعوه عن شاطئ، يرضون بالكذب وافاهم يبركون وقلوبهم يلعنون. انما لله انتظرت نفسي لان من قبل الرجال، انما هو سخرتي وخلاصي، من جاي فلا تزعزع، على الله خلاصي ونجدي، سخرت قوتي، من جاي محتمالي في الله، توكل عليه في كل حين، باركم اسكتوا قدام قلوبكم، الله من جاي. امين. فهو هو فخرتنا وهو قوتنا وهو اللي بيحمينا، فلا نتزعزع ابدا وما نخافش مهما جت علينا حروب وجت علينا اوجاع وجت علينا ضيقات. صحيح. زي ما قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت، هو مكتوب معانا وقال لنا سيكون لكم في العالم ضيق. صحيح. لكن قال كده وما كتبش، لكن كمل وطمنا وقال شيخو انا قد غلبت العالم. امين. انا أمين. قد غلبت العالم، انا قد غلبت العالم. هو امين. وشكرا لكم اشرف و نادي، وربنا يسجد احتياجك. اشكرك استاذ نادي، ربنا يحميك. سلام المسيح معاك. شكرا. مع السلامه. معانا الاستاذ سمير من مصر. الو. اهلا مساء الخير. اهلا مساء النور. ازي حضرتك؟ سلامي ليك يا استاذ عاشور. نشكر ربنا. اهلا وسهلا استاذ سمير. بص هو الاول انا بقول للاخ اللي هو السلفي اللي كان طالع مع وائل الابراشي. ايوه. اللي كان مع نبيل شرف الدين وال تمام. ايوه. الشيخ التونسي ده. اه. بقول له انت عارف حضرتك ان هي امريكا استخدمتهم عشان تضرب بيهم الشيوعيه. يعني ممكن في افغانستان وباكستان والقصص دي كلها. ان هي بقت تجيبهم وبتقول عليهم مجاهدين، وبعد كده امريكا قالت عليهم ارهابيين. طيب فهم برضه بيستخدموهم هنا، بيستخدموهم هنا في مصر عشان يبانوا على حقيقتهم، عشان يضربوا. لا عشان يضربوا مصر، يعني بيستخدموهم في سيناء عشان يدمروا مصر. دمروا بس احنا ما حضرتك بس دمروا افغانستان ودمروا باكستان ودمروا الصومال والعراق والسودان، وهم اللي لسه عايزين يدمروا مصر. ماشي استاذ سمير، بس احنا ما عندناش شيوعيه، ما فيش شيوعيه في مصر. هم عايزين يدمروا مصر. لا يعني لا بيضرب الاسلام بقى، بيدمر مصر بقى، بيضرب بيستخدم اللي هم المسلمين دول اللي هم الارهابيين. اللي هم يضربوا ويشوهوا منظر الاسلام في العالم، لان اول حاجه حضرتك هي امريكا ما بتحبش لا الاخوان المسلمين ولا السلفيين، بس هي بتتحالف معاهم لدمار البلاد اللي هم عايزين يدمروها. وزي ليبرمان بتاع اسرائيل لما قال ان هم ثلاث دول قدامه اللي هي بصراحه كانت مصر والعراق وسوريا. العراق راحت ومصر راحت قبل سوريا، ودي سوريا ربنا يستر عليها. ما تقلقش يا استاذ سمير، يعني بيستخدموا فكر مدمر، يعني فكر دموي كله ارهاب يعني. ما تقلقش يا استاذ سمير، لان مهما كانوا هم مثلا مليون، في اكتر من 90 مليون مصري جوه مصر ما بيمشيش معاهم. الثوره لسه قائمه وصفر كده يا فندم. يا فندم في القرن ال 21 هما بيتكلموا على حتت، كان وقتها احنا دلوقتي احنا كمان في القرن ال 21 مش هينفع يعمل حاجه هنا. اكيد. يعني احنا عندنا لما يعملوا حاجه العالم كله بيعرف. برافو عليك، الاعلام النهارده وصل للعالم كله، اللي بيحصل في مصر العالم كله شايفه، كاننا كلنا قاعدين في اوضه واحده. فثق ان دول ناس هيهات ان هم يقدروا يوصلوا لاي حاجه. حضرتك شفتي شكله يعني اللي هو كان بيتكلم ده؟ هي دي المناظر اللي طلعت يعني دلوقتي على الشاشات للاسف. ايوه هم سفاكين دم، يعني نبيل شرف الدين قال للراجل كده، قال له انت سفاك دماء. يعني هم سفاكين بتوع حقيقي. الدم بيحبوا الدم، بيعشقوا الدم. ده مريض، ده واحد قاعد مريض. يعني قاعد بيتلفت حواليك كانه خايف، يعني هو بيتكلم بخايف. يعني بتحس انه كل المكالمات ايوه. بص حضرتك كان بيبص كانه، لا بيبص كده كانه عنده عينين حاقبه، يعني
يعني فرحان ان هو ضرب تمثال بوزة. طب انت ضربه وفرحان على ايه؟ هو الاهرامات دي هو مين في العالم هيخليه يقرب ناحيتها؟ يعني هي دي ملك العالم كله مش ملك. هي المشكلة ان ممكن يعني هتاخد منه طول الليل مثلا هيعمل حاجة يفجرها بطريقة او باخرى. يعني هي هما فكرهم مدمر. يعني انا من رأيي ان الكلام ده يتاخد بسيريس. يعني ما يتاخدش كده هوائي ان واحد بيقول رأيه. لا، الناس دي وراها ناس تانية ووراها فلوس كتير وفي اوريدي مفجرات واجهزة في مصر واسلحة تخليهم تساعدهم ان يعملوا حاجة زي دي. المفروض الكلام ده لا يؤخذ على ان هو كلام معدى. لا، لازم يتاخد بأهمية ويتقبض عليهم ويتحقق معاهم وممكن يتسجنوا. هيتقبض على مين يا فندم؟ اللي هم عندهم غطا سياسي، عندهم غطا الدولة مغطياه. حضرتك هيتقبض على مين ولا على مين؟ الدولة بتحميه. يبقى احنا نطالب بالعالم كله. الدولة بتحمي متطرف، الدولة بتحمي. هي الدولة عايزة تعمل كده عشان تقضي على الشرطة وعلى كل حاجة ويطلعوا النهي وعلى المعروف والحاجات دي. هم عايزين يرجعونا للأفاصين. الشعب مش هيسكت. يعني الشعب مش هيسكت يا أستاذ سمير. الإعلام النهاردة وعى الناس والناس خلاص خرجت وعارفة إن في ثورة قامت ولازم الحقوق تتاخد. الناس اللي استشهدت والشباب اللي استشهد 25 يناير لغايه دلوقتي لازم حقوقه تتاخد صح. اهداف الثوره لازم تتحقق صح. مش هي ده كان هدف الثوره. لو كان هو ده هدف الثوره يبقى انا كنت ابقى معاك. لكن هو مش هو ده كان هدف الثوره. مش ممكن يا فندم. ده بصي حضرتك اشكال. وبعدين بينزلوا هو حضرتك الاخوان في جمعه قندهار اللي فاتت دي بتاعت الدستور قالوا مش نازلين ولا السلفيين مش نازلين، بس الاخوان والسلفيين اللي هو حزب الصبيان بتاعهم بيطلعوا الناس بيطلعوا الناس مطلعين الناس وبيقولوا لا بينكروا. معلش انا عايز اعرف انتوا ليه جبنة هم يقولوا ان احنا نازلين. الدستور اللي نازل ده اللي هم عاملين له المسوده ده كله بلاوي. يعني عندك في ماده برضو 221 باحكام الشريعه والحاجات دي اللي هي ال 21 دي 221 دي حاجه دي بلوى طبعا. هم بيضحكوا على الناس. لا، الناس ابتدت تعي صدقني. الانترنت والله انا اتمنى ان الناس بصي حضرتك اتمنى ان الناس المصريين الحرين يعني الناس اللي هي عندها الاحرار يعني المصريين اللي هي اللي خايفه على زمان الناس الحلوين اللي عندهم كرامه وعندهم كل حاجه ينزلوا يوقفوا كل الحاجه دي. ما ينفعش يبقى احنا قاعدين في بيوتنا ومتنايلين كده. لا ما تقلقش. لا 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 لا. ربنا موجود وهو قال مبارك شعب مصر. صدقني هو فتره وتعدي وكل المخلوقات الفضائيه او كل المخلوقات اللي جت دي في مصر الغريبه الاشكال الغريبه صدقني هتروح هتغور من البلد زي ما كان في نظام مبارك قعد 40 سنه والحكم العسكري راح دولت يا دوبك. اقول لحضرتك حاجه فضل. اقول لحضرتك حاجه الحكم العسكري او مبارك ايام ما كانوا بيعملوا كانوا ناس متحضرين بيأذوا الناس بتحضر لكن دول بيأذوا الناس بالنظافه والغباء. معلش بالغباء يعني ما الحكم عشان كده بانوا على حقيقتهم. بقول يا ريت معلش انا واحد من الناس بندم على دقايق من ايام مبارك. عندك يا فندم ده ايه ده في فرق شاسع في فرق بين ولاد الناس وفي فرق بين الدمويين. عندك هم الدمويين تلاقيهم في الشوارع عندك ولاد الناس قاعدين في البيت يا فندم كل واحد مربي دقنه دلوقتي الغرور مسكه كانه بقى معرفش مين. والزبيبه اللي عاملها دي بالفحمه بتلاتة علامه الميتسوبيشي علامه يعني الميتسوبيشي اللي عاملها دي تبص تلاقي ناس اشكال فظيعه. ربنا يستر على بلادنا والناس تخلي بالها من الدستور لان الدستور ده انت عارف الغرياني ده راجل متعصب جدا وراجل ما عندوش لا فكر ولا حاجه ولا نيله. هم قاعدين دمروا بلد. انا كنت بتضايق قوي لما كان يطلع المستشار اللي اسمه ادوار غالب ده يجي على قناه سي تي في ويقول الله يفرح كده يقول لك لا ما حدش يخاف ده الدستور زي ما اعرفش ازاي كان يقبل على نفسه ان هو موجود جوه اللجنه دي. انا ما اعرفش ليه ما انسحبش. يقول لك اصل دول بيقولوا لي بيضحك كده يقول لك اصل دول بيقولوا لي احنا سلفيين زي بعض. سلفيين زي بعض ايه؟
سلف ايه وبتاع ايه يا عم، ده هيدمروا العالم، هيدمروا مصر. احنا الخوف على بلادنا ان شاء الله. ربنا موجود يا سمير، ما تقلقش يا سمير. استاذ سمير ربنا معاك. لا انا صدقيني صدقيني انا ما قلقان، لو هموت الصبح مش قلقان. برافو خلاص، بعد الشر عليك بس ربنا يحميك. لا بعد الشر ليه؟ مصر في ايد يسوع، ما تقلقش. ربنا يحميك يا استاذ سمير. ان شاء الله ربنا يسر ويسر. كله مكتوب عند ربنا. وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. ربنا يخليك يا استاذ سمير. شكرا. يسوع معاك. مع السلامه. عندي خبر للاخوه المسلمين، يعني ممكن يكونوا سمعوا الخبر دوت، وهو انه يوسف القرضاوي وهو عميل قطري وعميل موساد هيروح يخطب في جامع الازهر. يعني انا ما اعرفش ازاي، انا بسميه الخميني، لان لما حصلت الثورة راح هو على ميدان تحرير المنصة وعايز يطلع يعمل نفس الطريقة بتاعت، لان القرضاوي طول عمره ما قبلهوش. نعم ما قبلهوش في ما حدش قبله طبعا، لان عايز يركب الموجة، كان في بداية الثورة. بس هو دلوقتي اول مرة يوسف القرضاوي هيروح يخطب في جامع يوم الجمعة ان شاء الله. ما هي بقت جمعات، يا ريت اتمنى ان يلغوا يوم الجمعه من مصر، يشيلوا بقى يخليها خميس، يبقى سبت على طول الحم يعني. ممكن ناخده في مصر، يشيلوا الجمعه، يوم الجمعه ده يشيلوه، خميس وسبت. لا انا جالي ايميل واحد بيقول إيه؟ كبرنا على ان احنا دايما نقول الجمعه في ساعه نحس، الجمعه في ساعه نحس. دلوقتي بقى ال 24 ساعه نحس، ده طول الوقت. بس ربنا موجود، خلينا متفائلين. انا متفائل وعندي ايمان بربنا والهي قوي وعادل، صدقيني. في تغريده من حزب النور على تويتر بتقول ايه، يعني الغريب يعني ان هم حزب النور بيقول، تقول ان موكب مرسي اكبر من موكب الرسول في فتح مكه. موكب مرسي اكبر من موكب الرسول في فتح مكه. مفيش تعليق. وقال الشيخ محمد حسين يعقوب ان الرئيس محمد مرسي تملص من الوعود التي قطعها على نفسه قبل انتخابه بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور، موضحا انه لم يتوقع اطلاقا عقب وصول الحاكم الإسلامي الى مؤسسة الرئاسة ان تتم مناقشة الامر بل تنفيذه فورا. واشار يعقوب عبر حلقة امس في برنامج فضفضة على قناة الناس ان مرسي طالبهم بالصبر لحين تمهيد الظروف السياسية والاجتماعية في البلاد التي تسمح بتطبيق الشريعة، مؤكدا ان هذا الوعد لم ينفذ وانه تم التلاعب بهم، كان في اتفاقات. وطلب يعقوب بمادة فوق الدستورية لا تناقش ولا تعدل، نص تنص على ان الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأي قانون يخالفها باطل، قائلا إحنا مش بنشحت ولا بنتسول ولا بنستجدي. ما فيش تعليق. معانا مكالمة من سامح. ألو. سلام ونعم. أهلا سلام ونعم. ازيك يا أستاذ سامح؟ ازيك يا أستاذ عايش؟ نشكر ربنا. أهلا أهلا، ازي حضرتك؟ أنا أولا عايز أجاوب على السؤال. اتفضل. وبعد كده عايز أعلق على الكلام. اتفضل. هو السؤال اصحاح 28 ايه 19، ولا اسم ذلك المكان بيت ايه، ولكن اسم المدينه اولا كان لوس. طب يا استاذ سامح ماشي، عايز اعمل مداخله على التعليق. هم احنا في مصر مش عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين. في مصر ايه؟ مش عارفين الدنيا رايحه فين. طب استاذ سامح حضرتك بتتكلمي من مصر؟ من مصر. بتتكلم من مصر مش كده؟ من مصر. اتفضل. البيت الايام دي عايشه في رعب تام. البنات المسيحيين اهاليهم عايشين في رعب تام، خوف. مدرسه الصبح ثلاث ارباع البنات ما تروحش شغل، الناس كلها طلعت ان شاء الله ما تروحش تطلع في الليل، بقى في رعب تام. عقليات البني ادمين دلوقتي اللي حكمانه متخلفه تخلف كامل، ولا في انسانيه ولا في حريه ولا في عداله، مش فاهم شريعه اللي عايزين نطبقها. طب والبنت اللي مش متحجبه، المسلمه اللي مش متحجبه، ايه نظامها؟ عادي جدا، عادي، محدش انت طب في الشارع. طب المتحجبه دي مش ما فيش تحرش بيحصل لها؟ المنقبه ما بيحصل لهاش تحرش؟ محدش يقدر يبص لها. محدش يقدر يبص لها. محدش يقدر يبص لها. احنا عندنا البت بتتخطف في وش كده تعالى.
رايحة مدرسة. أنا عارفة إنها يعني النسبة زادت قوي. آه. هو مخطط، هو مخطط، معلش. ربنا يحمي بلدنا ويحمي بناتنا. هل الدكتور محمد مرسي يقبل حد من بناته يتخطفه؟ أو من زوجات أولاده يتخطفه؟ هل هو يقبلها؟ هشام قنديل رئيس الوزراء مش سامع عن موضوع خطف البنات اللي موجودة في مصر؟ وقصر. ولا هم مشغولين شوية في بالفتاوي؟ البلاغات متقدمة بالاسم الناس اللي خطفوا، وعارفين مكانهم فين والبيت مين. ايوه طبعا عارفين مكانهم لان ده منظمة، هم منظمينها وفي فلوس بتدفع. هم كانوا في الموضوع ده اهم من الهرمات واهم من ابو غور واهم من يعني احنا مش عارف الواحد يفضل يعمل ايه. انا عن نفسي انا ممكن اموت دلوقتي عادي مفيش مشاكل، بس نعرف ايه اخر الدنيا دي تبقى ماشيه ازاي باسم المسيحيه. نعمل واسع للناس دي، نعرفوا مخيرهم فين، احنا عايشين في البلد زيهم برضه. ماسكين لنا شريعه وماسكين لنا الحاجات. احنا معاك وحاسين بيك وصدقني يا استاذ سامح، ولذلك القناه نزلت الشرق الاوسط كله وبتوصل استراليا وبتوصل كندا وبتوصل لامريكا كلها عشان توصل الصوت. توصل الحقيقه، توصل الحقيقه طبعًا للناس كلها، المسيحيين ومسلمين، المسلمين اللي موجودين في مصر ما يعرفوش الاخبار اللي بتحصل. انا عندي ناس موجودين في مصر ما يعرفوش ايه اللي بيحصل، خطف البنات ما يعرفوش، ما سمعوش. اللي انا عايزه اقوله لهم المسلمين، خافوا على بناتكم فعلا، لان في اتقبض على مأذون، واكيد ده مش اول واحد بيجوز البنات القصر ويعمل لهم شهادات ميلاد، دول بيتباعوا للعرب. دول عربية. البنات بتوعنا بيتباعوا للرجال العرب، حرام. يعني الفكر نفسه ما عندهمش رحمة لا مسيحية ولا مسلمة. هي المسيحية هتكسب معاهم ان هم هتخلوها تأسلم، لكن الفكر بيع البنات بقت تجارة وجواز البنات سفتة. الاطفال اللي عندهم 9 سنين، 9 سنين و13 سنة بيجوزوهم. هل الشعب عارف بكده؟ لا يعني ما الشعب عارف كده بس لا لا قله قله، احنا ما نقولش ما نعممش الشعب كله، ده قله منهم من المخلوقات الفضائيه اللي جم. احنا دلوقتي في قناه الصعيد في نت، نعم، في تلفزيون وفي سيفر وفي قناه سيسات وفي قناه وفي قنوات كتيره. يعني الناس دي مش عايشه في بيبوبه زي يعني احنا في القناه واحد، احنا في 2013 في كان اكتر من كده اللي ما كانش عارف حاجه. الثوره جت تعرف واحد واثنين وثلاثه بس سك، صدقني الاقنعه ابتدت تسقط والناس دي اتفضحت. ما تفتكرش ان اللي بيتعمل ده هيتسكت عليه، في تفكك حصل بينهم جواهم السلفيين، تفككوا بقى دلوقتي قلبوا على بعض والاخوان قلبوا على بعض. لما واحد بيسال انتوا نازلين، ده عمرو اديب تقريبا بيقول للاخوان المسلمين والسلفيين نازلين عشان جمعه الشريعه، طب انتوا نازلين ضد مين؟ ده نازلين ضد مين لما انتوا ضد محمد مرسي؟ انتوا اللي ماسكين الكراسي، انتوا اللي بتحكموا. يعني هم اللي بيحكموا وهم اللي كمان بيعترضوا، يعني للأسف. مش فاهمه للأسف. مش فاهمه هم عاملين ايه بالظبط وافكارهم فين. هم قله وان شاء الله شغب بس الحقيقه تبان. ما بقاش صراع دلوقتي على الكراسي. نعم، ما بقاش صراع على الكراسي. دلوقتي كل واحد دلوقتي بقى خناق الخب قد اللي طول، اللي يغلب ياخد، القوه تاخد، الاغلبيه تاخد، السلطه تاخد. اللي كل شويه كل جمعه 30 40 الف واحد الجامعة مع بعضين طالعين مش عارف من جامع مين ومش عارف طالع لك من الجامعه الفلانيه ويروح يعمل لك يا حبيبي. دول طالعين فسحه جايه الاوتوبيسات تاخدهم من الجوامع تديهم المشروب طالعين رحله بالظبط، والاكله وجبه وتنزلوا تقفوا في الميدان وترجعوا تاني. بقت فسحه، ما هي المصاريف بقى جايه منين؟ الفلوس دي فلوس الدوله ولا فلوس جايه من الدول العربيه ولا فلوس خيرت الشاطر؟ عندك امريكا بتساعد الناس دي يعني. لا هي مش امريكا، هي اللي بتساعد قطر والدوله الوهابيه السعوديه. بس احنا مش بنسكت. اللي بيبعتها اوباما، المعونات اللي بيبعتها اوباما يعني ممكن طبعا هي فلوس جايه لهم من كل مكان. احنا اعترضنا قبل كده وقلنا اوباما بس اوباما يعني دلوقتي قال القدس عاصمة فلسطين وقالها بالملأ، يعني القدس عاصمة فلسطين. انا كان نفسي اشوف رئيس دولة عربية يوم يعترض على الجملة دي. واحد رئيس دولة عربية يعترض على جملة رئيس اوباما لما قال القدس عاصمة اسرائيل. هل انا ببالغ فيها؟ انا ما شفتش دولة عربية اتكلمت بخصوص القدس
وبخصوص القضية الفلسطينية، إيه اللي حصل؟ طب الكدائن القسام دول ما بيعملوش عمليات انتحارية ليه بعد كده؟ ما فيش عمليات تحصل دلوقتي في فلسطين ليه ولا إسرائيل؟ ليه ما بنسمعش عن المستوطنات اللي تتبنى الجديدة بيحصل فيها اعتراضات؟ فين الناس دي كلها؟ دول العربية رايحة فين؟ كله قاعد ساكت. في اتفاقات ما بتبنش للأسف. فين أيام زمان لما كانوا بيتكلموا على المستوطنة اتبنت، يا الدنيا تقوم وتتهبد عشان في مستوطنة. الأراضي عمالة تتاخد من الفلسطينيين، الضفة و48 راحوا فين؟ ناس دي راحت فين؟ الكنائس والمسجد الأقصى اللي بيتعرضوا لها، فين الناس دي؟ مفيش خلاص، مفيش مروة، مفيش رجولة دلوقتي، ولا واحد بيتكلم على القدس، ولا واحد بيتكلم على الأماكن المقدسة اللي في فلسطين بيحصل لها ايه؟ كله بيتكلم دلوقتي على ابو الهول والاهرامات. مش عاتل البنا ده اسمه تخلف وجهل. عاتل الخراب. معلش يا استاذ سامح. عاتل الخراب. ربنا موجود يا استاذ سامح صدقني. ربنا علينا ربنا. كل الاشياء تعمل خير مع الذين حبوا. امين. كل الخير. اكيد. كل الخير. اللي مخلينا صابرين. ربنا موجود. بنشكر حضرتك يا استاذ سامح. الحلقه احنا قعدنا ساعه ونص. الوقت جري بسرعة فعلا. هنشوف مين اللي كسب. طب وانا في عندي خبر بقى. طيب خبر حلو بقى عشان ايه في يعني الاخر. خبر بالنسبة لي انا كمان بحبه ليه عشان وهو رياضي بيتكلم عن الكابتن هاني رمزي. الكابتن المدير الفني المصري هاني رمزي راح يدرب نادي من الاندية الاوروبية درجة اولى ليبرس البلجيكي، وهو أول مصري يدرب نادي من الدول الأوروبية، وده فخر لينا كمصريين. أنا ما كلمتش قلت ده مصري مسيحي ولا مصري مسلم. هاني رمزي كان لاعب موجود في المنتخب المصري ونادي الأهلي، واحترف في الدول الأوروبية، وبعد كده درب نادي منتخب الشباب واللي وصلهم للندن الاولمبياد، وبعد كده هو دلوقتي مدير فني لنادي ليبرس البلجيكي ومن الدرجة الاولى. انا طبعا نفتخر انه مصري بيعمل وبيشتغل بيعمل عشان يرفع علم مصر ويرفع اسم مصر. ياريت كل المصريين كده، وياريت كلنا نخاف على مصر وعلى البلد، نخاف كلنا. ما بقاش انا مسلم ولا انا مسيحي ولا انا شيعي ولا انا يهودي، احنا كلنا مصريين عايشين في بلد واحد. احنا مصر موقعها استراتيجي، مصر ما عندهاش اي كوارث طبيعيه، مصر عندها النيل، مصر عندها بحر الابيض المتوسط، قناه البحر الاحمر، قناه السويس، عندها خيرات كتير قوي 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 قوي، يعني ما فيهاش لا فيضانات ولا براكين ولا زلازل ولا كوارث ولا تورنيدو، ما فيش الكلام ده. مصر محميه، احنا عايزين نعيش في مصر امان، نرجع لبلدنا ونعيش فيها وكلنا نحب بعض. يا ريت نبعد المخلوقات الفضائيه والفكر الجاهلي وهو السلفي او الاخواني المتاسلم اللي يقول لك انا بخاف على مصر. ربنا يبارك الجميع، وانا اشكر كل المشاهدين بجد مسلمين ومسيحيين، وبالاخص المسلمين اللي هم يشاركوه قناه مسيحيه قبطيه ليبراليه اللي احنا بنتكلم عن حب مصر وبلدنا. امين. أشكرك يا هايدي. الإجابة؟ الإجابة مين؟ الإجابة هو بيت إيل، زي ما قالوا السادة المشاهدين كلهم قالوا صح. الشاهد في تكوين 28 من 11 ل 19. مين اللي كسبان؟ هم حوالي خمسة بس اللي جاوبوا. واللي كسبان معانا طبعًا اللي ما وصلتلهمش الجوائز موجودين في مصر، يعني احتملونا شوية، وإن شاء الله يعني الجايزة جاية لكم جاية لكم، يعني ما تقلقوش. ونفس الوقت في عندنا بيني وبينكم اللي عنده سؤال وعنده أي رأي يا ريت يكلمنا. اللي كسبان معانا الأستاذ أكمل جون. أكمل جون. ألف مبروك. يعني احنا كده كنا هنكلمك وهنكلمك عشان ناخد عنوانك، ونفس الوقت نهنيك على الجائزه. الف مبروك اكمل جون، واللي ما كسبش المره دي يكسب المره الجايه. وعايزين نعرف رايكم في ان البرنامج كل يوم اثنين يبقى بتوقيت مصر من 10 بالليل او 10 ونص ل 11 ونص مساء. اعزائي المشاهدين بنهني برضو مارك تاني، مارك وكريس جرجس بيهنوا ماما
ماهر جرجس بخصوص عيد ميلادك، ونفس الوقت مريم عياد بعيد ميلادها، كل سنة وحضراتكم طيبين. ومن خالد شهدي بيهدي تهنئة لزوجته ناتالي شهدي بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وحضراتكم طيبين. من قناة سي سات، واحنا برضو بنبارك لك على الكاس يا أشرف. ألف ألف مبروك. لا لا فرحانين بجد أنا حامل برنامج حقيقي عن الكاس، وعندي صور وعندي فيديو مشتقين. إزاي أنا فرحان بجد انه انا اعتبر اول مصري موجود هنا في كاليفورنيا يحصل على كاس هنا لكاليفورنيا واورنج كاونتي، وتاني واحد في الدوري، يعني ده كاس والتاني في الدوري. الف الف مبروك، ونفتخر ان انت مصري وابتي وبتحمل الكاس، وبنبارك كاس للفريق كله. قدم. عشان بس الناس كاس ايه ده؟ كاس ما هو مرسوم عليه الرسمه بس القدم. كاس لكره القدم. الف مبروك ليكوا وللفريق كله، وتستحقوا لان انتوا بذلتوا مجهود جبار وانا متاكده حقيقي. والشباب كله وابن حضرتك، والف الف مبروك ليكوا كلكم. الف مبروك. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه الحلقه بسرعه، معلش بس مبسوطين ان احنا كنا معاكم. على وعد نلقاكم ان شاء الله يوم الاربع بس بتوقيت كاليفورنيا من 7 لـ8 مساء. وحقيقي نبقى مبسوطين قوي للناس برضو اللي في مصر والشرق الاوسط اللي لما بيسهروا ويكلمونا. احنا موعدنا 2 و4 وجمعة، يوم الاثنين هيبقى بمواعيد مصر، هيبقى بالنهار في كاليفورنيا وبالليل في مصر، والاربع والجمعة بتوقيتنا العادي اللي هو من 7 لـ8 مساء. على وعد ان احنا نشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.